ما شيخ كريم مع الفوز المحقق اليوم امام وفاق سطيف في مباراه لم تكن سهله. السلام عليكم. مباراة صعبة خاطر الفريقين يعني يلعبوا كرة جميلة والفريقين عندهم أسلحة هجومية تقدر تسجل في أي وقت. يعني الأسبوع كامل كي تدربنا كنا نتخيلوا في السيناريو تاع اليوم، يعني احنا نسجلوا أولا خاطر الصيف ممكن تخيلناهم يجوا كتلة منخفضة، ومن بعد ردة الفعل تاع وفاق الصيف هذاك الشيء اللي صرا في الشوط الأول. الحمد لله اللاعبين والفريق يعني كامل اليوم ابدى شخصيه كبيره، يعني حتى في الفترات الصعبه قدر يرفع الراس وقدر يهاجم ويخلق فرص اللي سمحت لنا اليوم بعد نسجلوا هدفين. والشوط الثاني كان شويه صعيب بعد اصابه ميلو دربيعي، التغيير الاضطراري ميلون داي ان بريمير تما ما على بالناش واش راح يكون. الحمد لله لا ريبوندو بريزون وساعد زملاء تاعو في الميدان، نفرحوا بالفوز هذا وان شاء الله نواصلوا العمل. نادي الرياضي القسنطري خرج من المنعرج الحاسم ومن العقوبه بافضل سيناريو، خاصه بعد انتصارين متتاليين داخل الليار امام نادي بارادو اليوم امام فريق الفاقسطي. الحمد لله هي ست مباريات بدون المسانده تاع الجماهير، اليوم ولا مباراه بارادو قبل ولا حتى مباراه المولوديه مستغانم ممكن مع الجمهور تاعنا كنا كان يكون عندنا دفع معنوي، كانت الشخصيه تزيد تظهر اكثر. الحمد لله اليوم نفرحوا خاطر اخر مباراه بدون جمهور، العوده تاع الجماهير تاعنا ان شاء الله في مباراة أقبو هنا، الدافع المعنوي الكبير اللي حيمدوه اللاعب 12 رانا نستنوا فيهم بشغف وإن شاء الله نفرحوا معهم المباريات القادمة إن شاء الله. المباراة القادمة أيضا أمام وليد صغران دون جمهور. دون جمهور هي كي تكون خارج الميدان أي مدرب ولا أي طاقم فني راح يفضل أنها تكون دون جمهور خير من يكون الضغط تاع الجماهير تاع الفريق المنافس. برك ان شاء الله نرتاحوا اليوم ونشتغلوا بهدوء وان شاء الله نروحوا لمدير التوران. بخصوص يعني بن شعه يعني فضلت يعني عدم المجازفه خوفا من تكرار سيناريو لقاء مستغانم ام ان هناك يعني تعاده الاصابه ام ماذا يعني بالضبط؟ خفنا من نفس السيناريو تاع مباراه مستغانم، يعني ممكن اليوم بن شعه كون كانت النتيجه هدف لهدف وكان عندنا في الاحتياط ممكن كنا نجازفوا به وندخلوه ويتعاود له الاصابه ونزيدوا نخسروه لاسابيع واحده اخرى. الحمد لله بالمشاوره يعني مع المدرب ومع الطاقم الفني كامل اتخذنا بالنسبه لي القرار الصحيح انه يرتاح ويعاود يرجع ان شاء الله في الاسابيع القادمه. ما سير العوده القويه للنادي الرياضي القسنطيني في الجولات الاخيره؟ والله يعني نعاود في نفس الكلام، سي لو جروب اللي تزاد في التربص والقوة تاعنا في المجموعة الحمد لله. لاعبين عندهم خبرة كبيرة، لاعبين موالفين مع بعضهم، الروح اللي كاينة لي طادي سبري اللي كاين في الجروب سي لا فورس هي الأولى. كاين مدربين ولا طاقم فني يفضل أنه الفريق يلعب للأسامي، الحمد لله احنا رانا نفضلوا أنهم الأسامي يذوبوا في الفريق. واللاعبين اللي عندنا الاسامي اللي عندنا تاع راهم مايلين النهج هذا، تسمى اللاعبين اللي مؤثرين راهم ذايبين في الفريق وهما يغلبوا مصلحه النادي قبل مصلحه المصلحه الشخصيه، وهذا يعني ممكن سر القوه والعوده تاع الفريق تكمن مره اخرى في روح المجموعه. كوتش شاهدنا خروج ربيعي بين الشوطين ودخول المدافع، يعني هل الخروج كان خيار فني ام اصابه؟ اضطراري، خروج اضطراري، كانت الاصابه يعني تلقاها في الشوط الاول وراء الركنيه الاخيره تاع وفاق سطيف، خروج اضطراري. نضاي الحمد لله عوض وعاون زملائه، ان شاء الله تكون بدايه موفقه ليه، وكل ما تكون المنافسه في المناصب احسن للفريق تعود بالفائده للفريق، وحنا علينا يعني اونجير لي سيتياسيون هذا تاع اللاعبين اللي كاينين في ممكن كاين اثنين ثلاثة لاعبين في نفس المركز كي يكونوا بيرفورمون، حنا ان شاء الله لازم نعرفوا التسيير تاعهم ان شاء الله.